بظروفه يعني على مستوى الترتيب النادي الصفاقسي لتقليص الفارق ومواصله ملاحقه الترجي الرياضي التونسي على مستوى طليعه الترتيب، بينما النجم الرياضي بالمتلوي يبحث كذلك عن نتيجه ايجابيه للخروج من بوتقه الفرق اللي تلعب يعني من اجل تفادي النزول، باعتباره تفصل نقطه فقط عن صاحب المرتبه الاخيره النادي الرياضي لحمام الانف المتلوي ب 13 نقطه في المرتبه 11، ونادي حمام الانف في المرتبه 14 برصيد 12 نقطه. اذا مباراه مهمه جدا للفريقين، صوت اول كان في حدود المتوسط ما شاهدناش يعني برشا عمليات هجوميه. هذا المدرب رود كرول طبعا يعول كثيرا على هذه المباراه، على نتيجه هذه المباراه، وبعد لحظات باش يعطي سليم بالاخواس اشاره الانطلاق بالنسبه للشوط الثاني من هذا اللقاء بين النادي الصفاقسي وضيفه النجم الرياضي بالمتلوي. الكل موجودين على الميدان في اماكنهم وننتظر اشاره الحكم للشوط الثاني. بعض الترتيبات بالنسبه للاطار التحكيمي. سليم بالاخواس، ثم لاعبيه يقوموا بالحركه التحمائيه بجانب الحارس ايمن دحمان من النجم الرياضي بالمتلوي. حكم المباراه يقول لهم تغيروا المكان. في انتظار ذلك هذا زبير السيفي كان امامكم، لاعب سابق بالنادي الرياضي الصفاقسي، هو صاحب الهدف الشهير في 2004 في نهائي كاس تونس امام الترجي الرياضي. ما زالت المباراه لم تنطلق بعد في الشوط الثاني. كما قلت بعض الترتيبات بالنسبه لحكم المباراه. سليم بالاخواس شوط اول كان طيب لهذا الحكم تقريبا يعني بدون اخطاء، وانطلاق الفتره الثانيه مشاهدينا الكرام على الوطنيه الاولى. انطلاق الشوط الثاني، النادي الصفاقسي متقدم في النتيجه بهدف مقابل صفر مع يعني بعض الفرص وتألق من الحارس عبد السلام الحلاوي، خاصة لتسديدة حمزة الجلاسي وكذلك لمخالفة نفذها حسام دكدوك، وهذه مخالفة كذلك حسام دكدوك ينفذ، والكرة في يد الحارس عبد السلام الحلاوي. ذكركم بزوز تشكيلات الأساسية، افتكاك الكرة نادي الصفاقسي وحمد علي منصر، ويخلي الكرة تخرج إلى التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. يحاول النادي الصفاقسي يبدا الشوط الثاني بقوه بعد مخالفه، يخلي الهجوم لصالحه. محمد علي منصر يخلي الكره لمحمد بن علي على مستوى تنفيذ التماس. محمد بن علي اللي قدم شوط اول طيب، ولاعب بدا يرجع لمستواه المعهود اللي عرفنا به في الملعب التونسي، والكره تخرج الى التماس من جديد لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. عبد السلام حلاوي في حراسة مرمى النجم الرياضي بالمتلوي، عاطف المازني، فؤاد الديمومي، أمين عباس، هشام عباس، مالك الشرفي، يتنفذ التماس والكرة على يد المرزوقي، يعمل المراوغة ويعطي كرة مباشرة للحارس الحلاوي. حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي كمل مع التشكيلة، مالك الشرفي، هيثم المحمدي، مهدي بن صيب، عماد المنياوي، مبكر ديارة، ودافيد أو دافي مايونغو. هذه التشكيلة الأساسية لعفوان الغربي في هذه المباراة، بينما ثلاثة تغييرات بالنسبة للنادي الصفاقسي في وسط الميدان وكذلك على مستوى الهجوم. والتشكيلة اللي اختارها اليوم رود كرول تشهد استقرار على مستوى الدفاع، أيمن دحمان في حراسة المرمى، ثم نسيم هنيد، هاني عمامو، محمد بن علي، وحسام دكدوك، ثم حمزة جلاسي في وسط الميدان معاه الأولى لعلي أغراب 18 سنة، ثم محمد علي منصر، والبقية علاء الدين المرزوقي، حسام بن علي، وفي راس الشواط في خط هجوم النادي الرياضي الصفاقسي سليم بالاخواس حكم الساحة، يساعده كل من وليد الحراق وأمين برك الله، ويخرج الحارس أيمن دحمان يرجع كرة، حمزة جلاسي ترجع له، جلاسي يلعب مع محمد بن علي، محمد بن علي يربح التماس. عدد محترم من الجماهير تبع المباراة رغم أنه اللقاء يدور يوم عمل، اليوم الخميس
اجتهادوا في الجماهير الحاضرة هنا في ملعب الطيب المهيري والمساندة المتواصلة، رغم كما قلت يعني النتائج اللي حققها الفريق في اللقاءات الأخيرة والتعادلات اللي قدمها الفريق سواء في البطولة الوطنية أو في كأس الكونفدرالية، يعني كان بالإمكان أحسن مما كان بالنسبة لفريق النادي الفاكسي. تعادلات يعني بطعم الهزيمة مش بنقوله، أفقدت الفريق صدارة الترتيب في البطولة الوطنية وكذلك الصدارة في المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية. الكرة عند النجم الرياضي بالمتلوي، ويحاول النادي الفاكسي يضغط عن طريق حمزة جلاسي، والدفاع يبعد الكرة، ما زالت العملية متواصلة والمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أربع دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، يبقى اللاعب حسام بن علي ملقى على أرضية الميدان، وشفنا الارتباك في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، هذا ربما اللي خدم عليه الإطار الفني بعد الشوط الأول وبعد طبعا الملاحظات اللي دونها كل من رود كرول محمود المصمودي والانتشار الدفاعي الطيب والتمركز بالنسبة لعفوان الغربي وفريق النجم الرياضي بالمتلوي. قلت ربما هذا خدم عليه وأوصل الملعبية باش يضغطوا أكثر، ووقت يصير الارتباك هذه صورة شفناها الآن من طبعا من التخمينات نتاعنا لأنه ما كناش مع الإطار الفني، ولكن شفنا ارتباك على مستوى الدفاع بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. هذا أمامكم رود كرول ومحمود المصمودي. كان فما برشا حديث عن طريقة اللعب، عن الاختيارات بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي في المباريات الماضية والتغييرات اليوم. طبعا حسام بن علي منذ البداية، كذلك علاء الدين المرزوقي وأقحام علاء غراب كلاعب ارتكاز مع أبقاء السكري على بنك الاحتياط، كذلك أيمن الحرزي خارج القائمة متاع اللاعبية. هذه مخالفة كالعادة، حسام الدكدوك في الكرة الثابتة وتتعدى الكرة راسية جانبية، خطيرة كانت الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق نسيم هنيد المدافع. شوفوا المخالفة ونسيم هنيد بالراس جانبية بقليل، تعدى الكرة، ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. كيف اللاعب حبيب الوسلاتي موجود على البنك اليوم، يقوم حسام بن علي لبس مع طبيب الفريق محمد قوبعة. قلت يعني قبل المباراة كنا تحدثنا مع طبيب الفريق خاصة مع تواتر وتواصل الإصابات بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، عدد كبير لا يستهان به من اللاعبين خارج الخدمة بالنسبة للنادي الصفاقسي، والعودة كما قلت ستكون يعني تدريجية. جسم الحمدوني رجع مع المجموعة، ولكن الاختيارات الفنية اليوم ماهوش موجود كذلك في ال 18 لاعبي اللي يخوضوا مباراة اليوم. هذه كرة للنجم الرياضي بالمتلوي، والدفاع يدخل عن طريق حسام دكدوك، يلعب كرة طويلة في اتجاه شواط، يلعب مع منصر محمد علي منصر لحسام دكدوك. كيما جات الكرة ياخذها هيثم المحمدي وفي راس شواط، والكرة تتواصل للنجم الرياضي بالمتلوي، لكن ثم في الدفاع نسيم هنيد معاه في المتابعة مبكر الديارة، يرتكب المخالفة على مدافع النادي الصفاقسي. شوفوا الإعادة، عملية الدفع كانت واضحة من مبكر الديارة. شوفوا زاد كذلك فما لقطة من هذا اللاعب المالي. كنتوا تشاهدوا فيها يعني اللقطة، أصيب على أثرها نسيم هنيد، إن شاء الله ما تكونش عن سوء النية، تعدى فوق رجل اللاعب نسيم هنيد. هذه هي الإعادة، الكرة الأولى سقط فيها كذلك محمد علي منصر بعد تدخل من لاعب مالك الشرفي، ولكن المخالفة
اللي اعلن الحكم هي فيليير بعد عمليه الدفع من مبكر ديارة. ترجع الكره من الحارس ايمن دحمان طويله في اتجاه فراس شوات، ومن جديد افتكاك الكره في وسط الميدان. مبكر ديارة يلعب مع امين عباس، ثم عماد المنياوي خرج كره لدافي اللاعب التوغولي والدفاع يدخل. عمليه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، وكره ممتازه تمريره من عماد المنياوي لدافي مايونغو تجيب تماس لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. زوز مدربين يهدأ لهم بال في هذه المباراه اللي قلت النتيجه نتاعها مهمه جدا بالنسبه لزوز فرق. عاد في المزني في تنفيذ تماس طويل، يلعب التماس تتعدى الكره داخل مناطق الجزاء، ترجع من دفاع النادي الصفاقسي، ما ثم حد الا دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. والكره من جديد في الهجوم، عاد في المزني يدخل حسام تكدوك يخرج كره الى تماس. عاطف المازني في تنفيذ التماس، ترجع له الكره يوزع ويخرج الحارس ايمن دحمان. الدقيقه العاشره في الشوط الثاني والهجوم المعاكس لنادي صفاقسي، كره من علي الدين المرزوقي بعيده بعيده الكره على فراس شوات. هذه من الكرات الكثيره اللي شاهدناها في الشوط الاول، الاختيار نتاع التوقيت نتاع اعطاء الكره وكذلك اللمسات والتمريرات. ماهيش دقيقه، حمزه الجلاسي يلعب مع محمد بن علي، محمد بن علي يدخل، محمد بن علي يعمل المراوغه والمخالفه، المخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. محمد بن علي يدخل يعني من الرواق، يعمل مراوغه اولى وثانيه، شوف الاعاده وهذه الثانية والمخالفة لصالح النادي الصفاقسي. مخالفة قريبة من الحارس عبد السلام الحلاوي. من سيكون في تنفيذ الكرة الثابتة؟ ثم اليوم اللعب حسام دقدوق. هذا أمامكم بجانب بنك احتياط الفريق النجم الرياضي بالمتلوي، ووسيم كمون طبعا اللاعب السابق للنادي الصفاقسي موجود على البنك بعد ما تحول هذا الموسم للنجم الرياضي بالمتلوي. لاعب قضى سنوات طويله مع النادي الرياضي صفاقسي كلاعب ارتكاز. هو امامكم وسيم كمون يقوم للحركات الاحمائيه، ربما يقحم المدرب عفوان الغربي في هذه الفتره الثانيه من المباراه. ما زلنا ننتظر المخالفه، شوفوا يعني قداش خذت وقت الكره ثابته. الجدار الدفاعي يتشكل بالنسبه للنجم الرياضي بالمتلوي، وهذا الحارس اللي تعلق في الشوط الاول عبد السلام الحلاوي، حارس يعني ابن المهديه ولكن متكون في النجم الرياضي بالمتلوي على مدى اربع مواسم، خذا مكانه منذ الجوله الاولى للاياب. وهذه المخالفه تضرب على الجدار، خطيره، هو الحارس ممتاز حمزه جلاسي، والحارس كنت تحكي عليه قلت تتألق في الشوط الاول، تصدى لما لا يقل عن زوج كرات مهمه لحمزه جلاسي وكذلك لحسام دقدوق. شوفوا الكره تجي امام حمزه جلاسي بعد ما ضربت على الجدار تقريبا وجه لوجه، الحارس في المكان المناسب يتصدى عبد السلام الحلاوي. هدف ثاني يضيع على النادي الصفاقسي مع بدايه الفتره الاولى، تقريبا 12 دقيقه في الشوط الثاني. محمد علي منصر يخرج كرة لحسام بن علي، حسام بن علي، حسام بن علي أمامه عاطف المازني يوزع، والراسية تتعدى جانبية من علاء الدين المرزوق، سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة. ضربة مرمى للنجم الرياضي بالمتلوي، قلت عبد السلام حلاوي ابن المهدية، هو متكون أربع سنين في النجم الرياضي بالمتلوي، يتصدى وطبعا هذا الحارس خذا مكانه كأساسي بعد مرحلة الذهاب اللي كان فيها حارس الشباك سليم الرباعي ابن كذلك النادي الصفاقسي. الكرة تعود بتماس للنجم الرياضي بالمتلوي،
يتنفذ على تماس، يجيب تماس ثاني. كنت نحكي على المصابين، قلت عودة اللاعب جسم الحمدوني للمجموعة، لكن ماهوش موجود اليوم في التشكيلة. بالنسبة لحمزة البثلوثي يبدو أنه مازال في مرحلة التأهيل، هذا اللاعب مش باش يكون حاضر حتى في لقاء نهاية الأسبوع أمام النجم الرياضي الساحلي. ثم البقية يعني العودة نتاعهم باش تكون في الأسبوع القادم. نتبع قبل الهجوم للنادي الصفاقسي، والكرة ترجع من الدفاع، ترجع الكرة. ثم نسيم هنيد في المتابعة يلعب مع الدين المرزوق، علاء الدين لعلاء غرام، علاء غرام يبدل اتجاه الكرة لحسين بن علي، معاه دائما في المتابعة اللصيقة عاطف المازني يأخذ الكرة، يمشي معاه حسين دقدوق، والتماس لصالح النادي الصفاقسي. قلت بالنسبة لبقية اللاعبين التوغولي إيبير ومحمد علي جويني ونور الزمان الزموري باش يرجعوا الأسبوع القادم. هذه تسديدة وقوية تمشي للتماس لصالح النجم الذي بالمتلوي. إذا إيبير وجويني والزموري الأسبوع القادم يدخلوا كذلك مع المجموعة، هل يكونوا حاضرين أم لا في الاستحقاقات القادمة؟ هذا طبعا يبقى من يعني شأن المدرب اللي كان أمامكم رود كرول والإطار الفني. بالنسبة لبقية اللاعبية نعرفوا لي يعني الحارس محمد دي قالون باش يغيب كذلك لأسبوعين إضافيين، وأشرف الزواغي كيف كيف تقريبا أسبوعين، وطبعا وليد القروي باش يجري العملية على الأرض المتقاطعة خلال الأسبوع القادم. منال لباس والهجوم للنجم الرياضي بالمتلوي عن طريق اللاعب مايونغو، لكن افتكاك الكرة من نادي الصفاقسي محمد علي منصور. محمد علي منصور يخرج كرة ولا رايح، مساعد الحكم يقول تسلل. تو شوفوا الإعادة ولا التسلل ضد حسين بن علي. الراية كانت واضحة من مساعد الحكم لوجود تسلل ضد حسين بن علي. ومرة أخرى الهجوم، كرة في اتجاه أبو بكر الديارة، معاه يتابعوا هاني عمامه، ترجع الكرة عند حسين دقدوق. حسين دقدوق يلعب مع فراس شوات، شوات مازال محافظ على الكرة ما تتعداش، ترجع من الدفاع ويتواصل الهجوم من مالك الشرفي، يرجع بالكرة ورائية هاشم عباس. الكرة عند النجم الرياضي بالمتلوي مالك الشرفي، ثم حمزة الجلاسي يعطي كرة بالقدم لعلاء الدين المرزوقي، ثم محمد بن علي. محمد بن علي يحاول يدخل بالكرة للوسط، للوسط الميدان، يرفع الكرة في اتجاه حسين بن علي، ما فماش تسلل. حسين بن علي يوزع والتوزيعة بعيدة، توزيعة بعيدة من حسين بن علي. جيب تماس للنجم الرياضي بالمتلوي، ملاعبي يعني قاعد يقدم في الإضافة بكل صراحة على مستوى التنشيط الهجومي في الجهة اليسرى، ولكن التمريرة الحاسمة والأخيرة غايبة بالنسبة لحسين بن علي. يا أما التايمينج يكون مش صحيح، أو التمريرة تكون قصيرة، أو في بعض الأحيان طويلة. وهذه تسديدة وجانبية ممتازة جدا، تسديدة من حسين الدقدوق، قاعد يقدم في مباراة طيبة الظهير الأيسر للنادي الرياضي الصفاقسي. حسام دقدوق خذا مكانه كذلك في التشكيلة في غياب أشرف الزواغي المصاب، ولا يعني أضيف لقائمة المصابين في النادي الصفاقسي. كنت تحكي عليهم منذ قليل وعن العودة المرتقبة شيئا فشيئا. يبقى بطبيعة الحديث عن مانوتشو موجود داخل المجموعة، لكن هو وكوكو كذلك، حتى كوكو مازال غايب. يبدو أن الظروف الصحية وخاصة النفسية بالنسبة لزوز بلعبية هذم غير مستقرة ومش موجودين يعني الآن تحت ذمة، رغم أن مانوتشو موجود في المجموعة. الكرة ترجع بمخالفة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. ننتظر تنفيذ المخالفة والتغيير قادم
بالنسبة للعفوان الغربي أشرف العفلي هو اللي بشيخه مكانه في التشكيلة. أشرف العفلي اللاعب رقم 28 ياخو مكان مهدي بن سيب، هذا اللاعب القادم من الملعب التونسي مهدي بن سيب يخرج ويدخل أشرف العفلي، زاد لاعب منتدب هذا الموسم، لاعب شاب على سبيل الإعارة من النجم الرياضي الساحلي هو وزميله وائل بالغالية، تم انتدابهم من النجم الرياضي الساحلي في بداية الموسم، زوز ملعبية شبان. ضربة مرمى ترجع الكرة ومخالفة للنادي الصفاقسي. أيمن دحمان أدركنا الآن 19 دقيقة يعني دقيقة 64 في المباراة، النادي الصفاقسي دائما متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر. في راس شوات ما يخوش الكرة يرتكب المخالفة على مدافع على النجم الرياضي بالمتلوي، هذا جانب من الجماهير الحاضرة في ملعب الطيب المهيري. تبحث عن المستوى أفضل الجماهير والحسين بن علي، خاصة مع كما قلت الاستحقاقات القادمة بالنسبة للنادي الصفاقسي مع نهاية الأسبوع. النادي الصفاقسي طبعا عنده لقاء مهم في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الرياضي الساحلي، لقاء تونسي تونسي من يعني مع بين ممثلي كرة القدم التونسية النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، ومن الصدف أن مزوز في الفرق الأكثر تتويجا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، كل فريق عنده أربع ألقاب. هذه مخالفة للنادي الذي الصفاقسي، النادي الصفاقسي سجل من كرة ثابتة في الشوط الأول بعد يعني كرة جات أمام علاء الدين المرزوقي استغلك أحسن ما يكون وسجل الهدف الأول. هذه كرة ثابتة علاء الدين المرزوقي يخلي كرة لمحمد علي منصور، ينفذ المخالفة والحارس يتصدى، ممتازة الكرة من محمد علي منصور تبقى لصالح النادي الصفاقسي. حكم يقول ما فماش مخالفة، التماس للنجم الرياضي بالمتلوي، كرة كانت دقيقة جدا من محمد علي منصور، والهجوم مرة أخرى حمزة جلاسي خرج كرة وضربة جزاء، ضربة جزاء حصل عليها حسين بن علي، ضربة جزاء كلاسيكية يتحصل عليها مهاجم النادي الصفاقسي حسين بن علي، ضربة جزاء بعد تمريرة ممتازة من حمزة جلاسي، قلت أبرز لاعب في الشوط الأول يعني لاعب عنده ثقة كبيرة في إمكانياته، تقريبا من اللاعبية اللي القليل في الشوط الأول اللي كانوا يعطيوا في كرات صحيحة حمزة جلاسي، لأنه يعني شاهدنا برشا كرات في الشوط الأول من النادي الصفاقسي. شوفوا الإعادة وضربة جزاء للنادي الصفاقسي تجي في توقيت 22 دقيقة لعب في الشوط الثاني، دقيقة 67، فرصة أمام النادي الصفاقسي لتضعيف النتيجة في هذه المباراة. ننتظر إذن هذه الإعادة مرة أخرى، ضربة جزاء سليم بن أخواس كان قريب من العملية وبدون تردد أعلن عن ضربة الجزاء لنادي الرياضي الصفاقسي. نسيم هنيد في التنفيذ المدافع قلب الأسد في النادي الصفاقسي، نسيم هنيد وجه لوجه مع الحارس عبد السلام الحلاوي مدافع المحوري للنادي الصفاقسي، نسيم هنيد ويسجل الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق ضربة جزاء الدقيقة 23 في الشوط الثاني
نسيم هنيدي وضعف النتيجة من ضربة جزاء تحصل عليها اللاعب حسين بن علي. دقيقة 23 في منتصف الفترة الثانية، النتيجة تصبح هدفين مقابل صفر لصالح النادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي بالمتلاوي. إذن تتغير النتيجة هنا في ملعب الطيب المهيري تقريبا في نفس توقيت الشوط الأول. إذن نسيم هنيد الدقيقة 68 في المباراة، الهدف الأول سجل في الدقيقة 25 في الشوط الأول عن طريق علاء الدين المرزوقي، ودقيقة 23 في الشوط الثاني أتت بالجديد هدف ثاني، وهذه مجازفة من الحارس لكن المخالفة لحارس النجم الرياضي بالمتلاوي. هدفين مقابل صفر، علاء الدين المرزوقي في الشوط الأول ونسيم هنيد في الشوط الثاني. والتغيير قادم بالنسبة للنادي الصفاقسي، هذه إعادة للعملية الأخيرة، يخرج حسين بن علي. اللاعب اللي تسبب في ضربة الجزاء ويدخل حبيب الوسلاتي، هذا هو التغيير. متوسط ميدان هجومي بنفس الخطة يدخل حبيب الوسلاتي، والتغيير كذلك بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلاوي، يدخل حبيب اللزيز مكان عماد المنياوي. يخرج إذن قائد الفريق عماد المنياوي اللاعب رقم 10، ويدخل حبيب اللزيز واحد من الملاعبين المتكون في مركز تكوين الشبان بالنادي الرياضي الصفاقسي. حبيب اللزيز طبعا هو في إعارة لفريق النجم الرياضي بالمتلاوي، ابن النادي الرياضي الصفاقسي، هو مهاجم عنده امكانيات طيبه حبيب اللزيز. هذه كره للنادي الصفاقسي، يلعب مع محمد علي منصر في راس شوات، لكن يتدخل الدفاع عن طريق هاشم عباس، والكره لصالح النجم الرياضي بالمتلاوي. زوج تغييرات بالنسبه لنجم المتلاوي، هو تغيير للنادي الصفاقسي وزوج تغييرات متزامنه، واحد من جهه رود كرول، يدخل حبيب الوسلاتي مكان حسين بن علي، والثاني من جانب عفون الغربي، دخول المهاجم حبيب اللزاز مكان صانع الالعاب وقيدوم الفريق عماد المنياوي. يتوقف اللعب، ننتظر إذن عودة اللعب هذا عفوان الغربي، طبعا في وضع لا يحسد عليه خاصة بعد الهدف الثاني. المباراة تصعب أكثر على الفريق الضيف النجم الرياضي بالمتلاوي، وربما هدف ثاني باش يعطي أكثر راحة بالنسبة للاعبين نادي الصفاقسي خاصة على المستوى الذهني. نعرفوا يعني فتح الحصص التدريبية للجماهير سلطة ضغط على لاعبين نادي الصفاقسي خاصة بعد حصة يوم الثلاثاء. ننتظر إذن عودة اللعب، ترجع الكرة من دفاع النجم الرياضي بالمتلاوي، أدركنا الآن الدقيقة 72، يعني تقريبا 20 دقيقة على نهاية المباراة. كيف ستكون ردة فعل النجم الرياضي بالمتلاوي؟ والنادي الصفاقسي، هذه مخالفة وإنذار ضد هيثم المحمدي، مخالفة لصالح النادي الصفاقسي. مرة أخرى يتوقف اللعب، ثم لعب ملقى على أرضية الميدان.
ماراثون كبير من المقابلات بالنسبة لفريق عاصمة الجنوب. 4 لقاءات في 10 أيام، اليوم الخميس 7 مارس لقاء البطولة المتأخر ضمن الجولة 16 أمام النجم الرياضي بالمتلوي، ثم يوم الأحد 10 مارس لقاء كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام النجم الرياضي الساحلي، نهار الأربعاء القادم 13 مارس لقاء كلاسيكو البطولة أمام الترجي الرياضي التونسي في رادس، ثم يوم الأحد 17 مارس لقاء رانجرز النيجيري في نيجيريا في إطار كأس الكونفدرالية. يعني 4 مباريات في 10 أيام بالنسبة للنادي الصفاقسي، مع طبعا القائمة اللي ذكرناها بتاع اللاعبين المصابين، أكيد يعني فترة مش مريحة برشا للإطار الفني حتى على مستوى الاختيارات، والكرة ستعود بمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ترجع الكرة من فراس شوات لكن قبله ياخذها مالك الشرفي. مالك الشرفي يلعب كرة مع مايونغو، والمخالفة ترجع الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي حسب إشارة الحكم. محمد بن علي ينفذ المخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، فراس شوات لحبيب الوسلتي، تخرج الكرة إلى التماس للنجم الرياضي بالمتلوي. النادي الصفاقسي متقدم إلى حد الآن بهدفين مقابل صفر. محمد علي منصر يلعب كرة مع حسام دكدوب ولكن يفتكها لاعب النجم الرياضي بالمتلوي. مالك الشرفي والتماس لفريق المنجم، والتغيير الان كذلك بالنسبه للنادي الصفاقسي، التغيير الثاني باش يدخل ايمن حسين مكان فراس شوات، يخرج اذا هداف النادي الصفاقسي في البطوله برصيد 5 أهداف فراس شوات، ويدخل المهاجم الدولي العراقي ايمن حسين فيما تبقى من هذا اللقاء تقريبا ربع ساعه، وال الكره ستعود بتماس عاطف المزني ينفذ التماس، وحمزه جلاسي يبعد الكره في اتجاه ايمن حسين. محمد علي منصر على الدين المرزوقي، شوفوا الآن الضغط اللي فرضه النجم الرياضي بالمتلوي في مناطق النادي الصفاقسي، حاول يفتك الكرة في مناطق النادي الصفاقسي، وطبعا يصعب على النادي الصفاقسي الخروج بكرة كذلك. هذه الآن هجوم محبيب الوسلتي يلعب مع حمزة جلاسي، حمزة الجلاسي تتفك له الكرة ترجع للنجم الرياضي بالمتلوي عن طريق اللاعب مايونغو، والراية موجودة تسلل ضد هجوم النجم الرياضي بالمتلوي. إذا ننتظر تنفيذ مخالفة التسلل. نسيم هنيد يلعب كرة طويلة ترجع من الدفاع، الكرة عند النجم الرياضي بالمتلوي، محاولة افتكاك الكرة وال دكدو خرج كرة إلى التماس، ما عادش عنده ما يخسر النجم الرياضي بالمتلوي، حاول يصعد الآن للهجوم. هذه تعليمات المدرب عفوان الغربي، الفريق ينزل بكل ثقة له إلى الهجوم، والكرة ترجع لصالح النادي الصفاقسي، واضحة النية كذلك بإقحام الحبيب العزيز. مهاجم راس حربة
مخالفة لصالح النادي الذي سفيرس. ترجع الكرة من جديد من هيثم المحمدي لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. كرة عند هاشم عباس يربح بها مخالفة. كذلك ثم تغيير ثالث بالنسبة لرود كرول باش يقحم اللاعب الجزائري نذير القريشي في ما تبقى من هذا اللقاء اللي متقدم فيه النادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر. يلعب الآن بأكثر راحة بعد تحقيق هذه النتيجة إلى حد الآن، بينما كما قلت النجم الرياضي بالمتلوي يحاول يصعد أكثر إلى الأمام. الحقيقة ما شاهدناش هجومات يعني خطيرة، وتقريبا الحارس أيمن دحمان يعني خاصة في الشوط الأول كان في إجازة، وحتى في الشوط الثاني. هذا هو التغيير إذا الثالث، يخرج محمد علي منصر ويدخل اللاعب نذير القريشي الجزائري. تغييرات كذلك حتى الإطار الفني يفكر في الماراثون تاع المقابلات اللي كنت تحدث عليه، أربع مقابلات في ظرف 10 أيام، واضحة يعني التغييرات باش يرتح بعض اللاعبين على غرار فراس شوات، حسين بن علي ومحمد علي منصر، خاصة بعد ما سجل الفريق الهدف الثاني. زوز تغييرات متتالية لرود كرول، يخمم برشا في هذا الأسبوع المهم قلت على جميع الوجهات بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي على مستوى البطولة الوطنية، لأنه فما لقاء مباشر مع الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة ياخذها الدفاع هاشم عباس قبل أيمن حسين، ولا يبدو أنه إن شاء الله لاباس بالنسبة لهاشم عباس. الكرة تخرج إلى التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، يمشي للتنفيذ محمد بن علي. قلت مباراة مهمة على مستوى البطولة يوم الأربعاء القادم أمام الترجي الرياضي التونسي، لقاء مباشر بين صاحب الطلعة وصاحب المركز الثاني نادي الصفاقسي، ثم كذلك لقاء مهم في الكونفدرالية نهار الأحد أمام النجم. الكرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، حمزة جلاسي يرفع الكرة، يتدخل عاطف المزني يعطي كرة للحارس عبد السلام الحلاوي، يرجع الكرة بسرعة عبد السلام الحلاوي، نسيم هنيد، ثم حمزة الجلاسي واحد من أبرز لاعبي المباراة اليوم بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي، موجود في كل مكان. صاحب تمريرة اللي جابت ضربة الجزاء لحسام بن علي، وطبعا إضافة إلى العمل الكبير اللي قم به حمزة جلاسي على مستوى وسط الميدان. الكرة تسديدة من علاء الدين المرزوقي، سهلة ضعيفة الكرة عند الحارس الحلاوي. نادي الصفاقسي يحاول يعني يجري ما تبقى من هذه المباراة، المحافظة على النتيجة مع الاقتصاد طبعا في الطاقة، طاقة اللاعبين والمحافظة خاصة على الجاهزية بالنسبة للقاءات القادمة. هذا نجم يكون تفكير اللاعبية كذلك حتى الإطار الفني للنادي الصفاقسي، بينما في الجهة المقابلة عفوا الغربي قلت ما عنده ما يخسر، يلعب الكل في الكل باعتبار أنه الوقت يمر والفريق متأخر بزوز أهداف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة من هاشم عباس يربح المخالفة، على كل ثبت في الأرقام قلت ما نجموش نفرقوا بين هاشم وأمين عباس عندما أصبحوا يلعبوا في نفس الفريق. والكرة ما زالت عند النجم الرياضي بالمتلوي، تخرج إلى التماس. كانت يعني تجربة ثرية بالنسبة لزوج لاعبي الأشقاء التوأم هاشم وأمين في بداية مشوارهم مع النادي الصفاقسي، فما يعني كانوا بمثابة اللاعبية الرحالة
خاضوا عديد التجارب في عدة فرق. الكرة تمشي عند مالك شرفي وسهلة للحارس أيمن دحمان. مباراة يعني عمل فيها نادي سفاقسي ردة الفعل خاصة على مستوى النتيجة إلى حد الآن، وكذلك كما قلت البحث عن الأداء مطلوب خاصة بعد مردود اللقاء الأخير في بوركينا فاسو. والكرة في حوار بين بوبكر ديارة وحسام دقدوق ينتهي بمخالفة يرتكبها حسام دقدوق على مالي النجم الرياضي بالمتلوي. بوبكر ديارة وانذار ضد حسام دقدوق. ثم لاعب ربما ينتظر اقحامه في التشكيله ريتشارد بيتي اللاعب الايفواري. قد يكون التغيير الثالث بالنسبه لعفوان الغربي. تتنفذ المخالفه من هيثم المحمدي مباشره في دين الحارس ايمن دحمان. يرجع كره بسرعه لكنها تبقى للنجم الرياضي بالمتلوي. والمخالفه ضد الحبيب الوسلاتي. تتواصل الصعوبات بالنسبه لنجم المتلوي هذا الموسم خاصه مع لقاء اليوم، رغم عودة المدرب عفوان الغربي ورغم المستوى الممتاز اللي قدمه الفريق ضد الترجي في الجولة الماضية. التعادل 1-1 اليوم يعني مصاعب كبيرة لفريق المتلوي خاصة مع واقعية النادي الصفاقسي. تمكن من التسجيل في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني من ضربة جزاء. ما نساوش اللي النجم المتلوي غادروه قلت عديدا الملعبية اللي يعني كانوا أساسيين في التشكيلة. هذا هو التغيير إذن بالنسبة للعفوان الغربي. يدخل اللاعب ريتشارد مبيتي ويخرج اللاعب دافي مايونغو الجابوني. هذا التغيير الثالث والأخير. قلت الفريق غادروه العديد من الأسماء اللي كانت عندها وزن يعني في التشكيلة نتاع النجم الرياضي بالمتلوي. تابعوا الساعة العملية لنذير القريشي يلعب مع الدقدوق يوزع وأيمن حسين ياخذ الكرة بالرأس، لكن ثم مخالفة يعني عليها الحكم سليم بالأخواص. نذكروا غادر كل من مراد زهو الجيلاني عبد السلام الحارس بلال السويسي محمد جمعة خليج لاعب الوسط عاطف المزني عاد في الميركاتو الشتوي أيمن العياري فؤاد الخريفي كذلك إدريسا نيونغ اللاعب الإيفواري اللي كانت عنده قيمة كبيرة على مستوى طبعا فريق النجم الرياضي بالمتلوي. يعني ملعبية غادرت ملون والفريق قام بانتدابات كبيرة على مستوى يعني بداية الموسم ثم كذلك حتى في الميركاتو الشتوي، لكن هيك ذلك الفريق الصلب غاب الحقيقة بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي في هذا الموسم. ضف إذا كان نضيفه بالطبيعة يعني الفريق يلعب بدون ميدان يستقبل يعني الضيوف نتاعو خارج ميدانه، كذلك الأزمة المالية اللي مر بها الفريق كل عوامل خلت الفريق في هذه المرتبة المتأخرة في الترتيب بعد 5 مواسم كانت الحقيقة مشرفة بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي. كرة تخرج ضربة مرمى. بدينا ندخلوا في ال5 دقائق الأخيرة لهذه المباراة والنادي الصفاقسي متقدم في النتيجة. بهدفين مقابل صفر. ترجع الكرة من الحارس الحلاوي في وسط الميدان والمالك الشرف يلعب مع ريشار بيتي. مالك الشرفي من جديد يرجع الكرة إلى الوراء. ما ثماش حلول بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي لتجاوز دفاع النادي الصفاقسي. ترجع الكرة من محمد بن علي. أكيد أنه الفريق يلعب ضد أحسن دفاع في البطولة إلى حد الآن بقبول 7 أهداف فقط. والكرة في اتجاه عاطف المازني يمشي اللاعب هاني عمامو يخلي الكرة تخرج ضربة مرمى. قلت بالتأكيد يعني صعب المرور
امام دفاع متمركز جيدا وتفاهم كبير خاصة على مستوى المحور بين نسيم هنيد وهاني عمامو. الكرة ترجع من أيمن دحمان، أيمن حسين، والإشارة من حكم المباراة. نادي صفاقسي قام بالمهم في هذه المباراة وهو تحقيق نتيجة إيجابية تخلي الفريق يكمل يعني في وضعية مريحة خاصة هذا الأسبوع. طبعا الانتصار شكون عنده وقع خاصة على المستوى الذهني إذا تواصلت النتيجة بطبيعة. احنا الآن دقيقة 89، المعطيات تقول أنه صعب الحقيقة على الفريق النسبة الذي بالمتلوي، لكن الكرة مدورة. ننتظر يعني الصافرة الأخيرة لحكم المباراة، ولكن النادي الصفاقسي كما قلت وقف كما يلزم على مستوى الدفاع. ما شاهدناش فرص لفريق النجم الرياضي بالمتلوي رغم انه قدم الى الهجوم، وهذه كره من محمد بن علي نذير القريشي ميخش كره تتعدى على الدين المرزوقي. ايمن حسين والرايه، ثم رايه ضد المهاجم العراقي للنادي الرياضي الصفاقسي. اذا بعض الثواني على نهايه 90 دقيقه. قلت انه صعب على النجم الرياضي بالمتلوي رغم انه قدم، لكن يعني حتى الان ما شاهدناش فرص خطيره على مرمى الحارس ايمن دحمان. يوصل الفريق ل 30 متر الاخيره لكن صعب، ما بقاش الحلول باش يتجاوز ويدخل لمناطق الجزاء. الكره عند حبيب بلوسليت يعمل المراوغه يبدل اتجاه الكره ل حسام دكدوك، ثم النذير القريشي. نذير القريشي يعمل التوزيع لكن ترجع من الدفاع مره اولى ومره ثانيه، والكره عند الحبيب العزيز مخت امنه ياخذها الان على ايدينا المرزوقي. حسام دكدوك، حسام دكدوك يلعب مع ايمن حسين، والكره عند نذير القريشي لكن يفتكها دفاع النجم الرياضي بالمتلوي تحديدا عاطف المزني. وثم هاني عمامو يلعب مع حمزه جلاسي. محمد بن علي نادي صفاقسي يلعب الكره بالعرض، تتفك الكره وترجع لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. اربع دقائق كوقت مبدد في الشوط الثاني. نبداو نحسبوا الان لانه يعني ادركنا دقيقه 90 وتجاوزناها ببعض الثواني، والمخالفه لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. المخالفه لنجم المتلوي. يبقى اللاعب ملقى على ارضيه الميدان. ننتظر اذا عوده اللعب مع نهايه هذه المباراه اللي الحقيقه ما شاهدناش فيها مستوى كروي كبير، خاصه بعد الهدف الثاني. حسينا وانه نادي صفاقسي ثمان على مسير المباراه. كيف كيف تراجع كذلك مردود النادي صفاقسي، وحتى مع التغييرات يعني حسين بن علي كان عنده دور قلت في الكبير في التنشيط الهجومي خاصه في الجهه اليسار. كذلك العمق نتاع فراس شوات في دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، ومحمد علي منصر كصانع العاب. يعني ثلاثه ملاعبيه خرجوا في الشوط الثاني وخاصه بعد الهدف الثاني. والنادي الصفاقسي يحاول كما قلت يعني يمشي مع ما تبقى من وقت، يعني بعد الهدف 68 دقيقه تقريبا يعني 22 دقيقه او 23 دقيقه، حاول انه يجري المباراه حتى يخرج باخف الاضرار، لانه نعرفوا الاصابات ونعرفوا نعلنت الاصابات متواصله بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. وهذه المخالفه الان تتنفذ من هيثم. الكره كانت من اللاعب صحيح هيثم المحمدي، ترجع من الدفاع ما زالت في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، والكره طويله في اتجاه ايمن حسين لكن الحكم يعلن عن مخالفه. ثم اشاره من سليم بالاخواس يعلن عن مخالفه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. المخالفه قلت اذا يعني تراجع المردود بعد الهدف الثاني، وهذا مفهوم حتى يحافظ الفريق على جاهزيته خاصه المواعيد القادمه. كره من دكدوك على المرزوقي
يحاول يلعب مع نذير القريشي وتتفك الكرة للنجم الرياضي بالبتلوي. المخالفة لصالح النجم الرياضي بالبتلوي. تتلعب الكرة بسرعة هيثم المحمدي. هيثم المحمدي يرفع الكرة في اتجاه أبو بكر الديارا والدفاع نسيم هنيد أمام الحبيب اللزيز. نسيم هنيد يخرج كرة إلى تماس. التماس لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. عاطف المزني ينفذ تماس طويل والكرة تعود أمام نذير القريشي. مباشرة ياخذها فريق المتلوي يحاول يرجع بها الهجوم لكن الكرة بعيدة خارج الميدان. تماس للنادي الرياضي الصفاقسي. فريق كان مبني على قاعدة صحيحة نجم نقولوا لغة الكرة النجم الرياضي بالمتلوي، لكن طبعا صعوبات كبيرة قلت في هذا الموسم خاصة في هذه المباراة. على كل نهاية اللقاء مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى نهاية لقاء النادي الصفاقسي النجم الرياضي بالمتلوي لحساب الجولة 16 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وانتصار مهم جدا للنادي الرياضي الصفاقسي طبعا على مستوى المعنويات. انتصار باش يكون عنده يعني تأثير كبير خاصة على أذهان اللاعبين فيما تبقى من استحقاقات قادمة. علاء الدين المرزوقي يفتتح النتيجة دقيقة 25 ونسيم هنيد يضعفها من ضربة جزاء في دقيقة 68. على كل لقاء يعني دار في كنف روح رياضيه بدون اي مشكل. نحب نشكر فريق النجم الرياضي بالمتلوي على طبعا ما قدموا في هذه المباراه، تحيه ليه خاصه على مستوى طبعا الروح الرياضيه. نمشي مباشره الان مع زميلي مهدي قاسم والاستجوابات الفوريه ما بعد المباراه. تفضل يا مهدي. شكرا لك حافظ وبجنبي عفوان الغربي مدرب طبعا النجم المتلوي. هدفين مقابل صفر النادي الصفاقسي ربما وضع حد اليوم لسلسله نتائجه السلبيه، 5 تعادلات لكن نتيجه سلبيه اخرى لفريق نجم المتلوي. صحيح للامانه ما قدمناش مقابله كبيره، مقابله من أسوأ المقابلات اللي قدمناها في الموسم السنة. معناتها قبلنا هدف مبكر معناتها خلينا ما رجعناش كيف ما يلزم رغم التغييرات الهجوميه اللي قمنا بها. معناتها السي اس اس اليوم يستحق الانتصار. ما كناش عندنا النجاعه خاصه في الهجمات المرتده مع تحكيم منحاز ما تنجمش قدام. الشوط الاول براتيكمون ما فماش فرص بالنسبه للنجم المتلوي، كما حكيت انت ما فماش افيكاسيتي بالنسبه للهجوم. صحيح قلت لك كان تنقصنا معناتها في الهجمات السريعه والمرتده معناتها ما كناش افيكاس عكس المقابله الترجي التونسي. الحقيقه فما تخوف كبير ما نعرفوش علاش. مالوريزمون قمنا بالتغييرات اللازمه، يمكن ضربه جزاء قضت على المقابله، كنا نتاملوا نسجلوا في الشوط الثاني. على غالب مازالت قدامنا مقابله نهار الاحد نحضرها كيف ما يلزم. لازم ننتصر ان شاء الله. شكرا لك بون شونس ان شاء الله النجم المتلوي حمزه المثلوثي وبعد شويه نادر الهبيري. حمزه مرحبا بك يا حمزه، قريب شي العوده.